سوق الجمعة من أبرز الأسواق الشعبية في عمان، يمتاز بأنه يضم كافة الطبقات الاجتماعية، فهنا تجد الفقير والغني يقفان أمام بسطة واحدة. وإلى جانب البضاعة الرخيصة تجد بضاعة تحمل ماركات عالمية تباع بأسعار منافسة، فقد تجد ساعة كاسيو الأصلية تباع هنا بخمسة دنانير فقط. أحزن هون تلفت انتباهي لأنه نوعيتها كويسة أحسن من بتاعت السوق، بتضاين أكثر هون. لا بصراحة بتاعت السوق بتخرب بسرعة. هذه البضاعة كلها مستوردة أوروبية، يعني هذه البضاعة يعني تيجي من بلاد برا، تيجي من أمريكا، تيجي من السويد، تيجي من الخليج. يعني بالنسبة للماركات والأشياء الموجودة لم يقتصر زبائن هذا السوق على السكان المحليين لمحافظة عمان، بل إنه أيضا يجذب السياح والأجانب. رغم اكتظاظ المكان هنا إلا أنه أمر جيد، ويجب أن تكون متسوقا جادا لشراء بضاعة جيدة. والله سوق كويس خالص، ومقارنة بأسعار السوق العام أسعار كويسة وأسعار رخيصة وملابس حلوة خالص. هيا قطعة بنصدارة بنصدارة بنصدارة. رغم شدة الإقبال على السوق ورغم أنه مصدر رزق للعديد من التجار، إلا أن أمانة عمان المسؤولة عنه لم تحدد مصيره بعد. السوق راح تبقى إلى أن احنا نقول لهم هذه المنطقة وهي الساحة بدنا إياها للغاية اللي بدها هي أمانة عمان، سواء تحولها لحدائق أو أنها تحولها لخدمات لمشروع العبدري اللي هو الآن بصدد تنفيذ يعني. ولم يختلف التجار في ردة فعلهم حين سئلوا عن مصيرهم في حال إخلاء السوق. والله بنقطع رزقنا، وشوف كم من عيلة، كم من ناس هنا، شو من شفريت بكمات لناس مبسطين لشقيلي معاهم. احنا رزقتنا على هالسوق، هذا عليه التزام وهذا عليه شكات، يعني راح كل الناس تتكركب، راح يصير بلبله. لمعهد الاعلام الاردني، اسماء عوده، عمان.